أرأيت كمان أنا قلت سوريا الحكم مو إسلامي ونص مو إسلامي، لكن كلها تمام مرحبا ونجي لهم ونجي لهم. بقاؤك هناك ضمانة لبقائها دار الإسلام ولرعايتها وإصلاحها، والواقع يدل على ذلك. يا ترى أنا هلا لو كنت في أمريكا وقارن بين وجودي في 10 سنوات الماضية في أمريكا ووجودي في سوريا، أي المكانين أستطيع أن أرضي فيهما الله عز وجل؟ ما أظن أن إنسانا مهما أراد أن يعاند يستطيع أن يتجاهل الحق الأبلج الواضح. أنا عندما أكون في سوريا أكون في مناخ إسلامي، كلمتي تجد أصداءها وهي تجد ولله الحمد. 6000 إنسان يغشى درسي في جامعة المنجد، وين تجيبهم؟ في كل أسبوع يهدي الله عز وجل أناسا شاردين، من أين بهم؟ لولا حركات إسلامية تحركت في مناخ إسلامي في دار الإسلام، من أين كان يتحقق 55 ثانوي ومعهد شرعي في سوريا؟ أي بلد فيها العرض الآن؟ 55 بين ثانوية شرعية دام عليه وزارة الأوقاف وبين معهد شرعي أهلي. لولا وجود أناس يتحركون في سبيل الله في مناخ إسلام، في تربة إسلامية، ركن من القوانين، في تربة إسلامية، كيف أستطيع أن أوجد معاهد شتى لا أستطيع إحصائها لتحفيظ القرآن؟ في اللاذقية الشيخ محمد سكر حفظه الله من حفاظ القرآن والمختصين به أخبرني أنه ذهب إلى اللاذقية عضوا في فحص القراء الشباب الصغار في حفظ القرآن، قال لي في مسجد واحد في اللاذقية رأيت 500 ونيف طالب ما بين ابتدائي وإعدادي وثانوي يحفظون القرآن فقط. كيف لي أستطيع؟ لو أنني جئت إلى هذا المجال هل أستطيع أن أحقق شرا نقيرا منها؟ لكن الآن لأن الدار الإسلامية ولأن التربة تربة إسلامية الكل يتحول. ماذا أنت تحصر نظرك في فهم القانون والحكم بما أنزل الله في الأصل العادي؟ ما هو بيتك مكان القانون، بيوت الناس هناك كلها قائمة على شرع الله إلا الشريعة، بيوت إسلامية والتيار تيار إسلامي، والشاب الذي كان جانحا بالأمس يهتدي اليوم، والفتاة المتبرجة بالأمس تتحجب اليوم، وما عهدنا شابا كان مهتديا بالأمس وشرد اليوم، وما عهدنا فتاة كانت متحجبة بالأمس وشردت اليوم. أنا موجود هنا، قلت لإخوة اليوم في شارع عنا اسمه طريق الصالحين من الجسر الأبيض إلى الشهداء، كل هذا أصبح يسمى سوق البناطح، كله سوق لبيع الجلابيب واللي يسموه المنطق، المنطق الحجارة والإشارات والشغلات كلها. تتذكروا قبل عام 15 20 سنة كان في شيء من هذا؟ فإذا والله بدنا نقول إنه استوى الماء والخشب، البلاد الإسلامية لا تحكم بما أنزل الله أي حكامها، والبلاد الأخرى أيضا لا تحكم بما أنزل الله، فسيان فلنرحل عن تلك الدار، أحسبها مؤامرة تخطط لنا وإن كنا ننساق بدون علم. لأنني إذا وثقت في هذا الكلام، إذا كان هذا الكلام صحيح وبكرة أنا ثاني راح من حالي إلى عنكم وفلان بيحمل حاله والثالث بيحمل حاله والرابع بيحمل حاله وأصبح شو صار بقى؟ دار الإسلام شو صار فيها؟
نعم. أنا أنتظر اليوم الذي تدخل فيه الفرحة إلى القلوب عندما يعود العاملون في الحقل الإسلامي إلى بلادهم الإسلامية ليعلموا أن الزرع لا يستنبت على صخر، وإنما يستنبت في تربة صالحة، والتربة الصالحة هي بلادنا الإسلامية. أما المجاهدون الذين يأتون إلى هذا للفتح القلوب فأسأل الله لهم التوفيق، الباري عز وجل يمكن أن يلين لهم الصحة.